بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، نكمل المحاضرة السادسة لمادة الدي اس بي. بعد أن أخذنا بالمحاضرة السابقة الخصائص أو البروبرتيز اللي خاصة بالزيت ترانسفورم، تعرفنا عليهم. أخذنا اللينيارتي، وأيضا أخذنا الشيفتينج، واليوم إن شاء الله راح نكمل البروبرتيز وناخذ الخاصة اللي بقت اللي هي الكونفوليوشن. الكونفوليوشن يعني كأنه يقصد بها اللي ترابط اللي راح يصير بين تو سيكونس. هنا مثل ما ذاكرين احنا ينطيني تو سيكونس بالتايم دومين، هنا طلب مثلا الكونفوليوشن لهم. فعندي الاكس اوف ان هي السيكونس يساوي السيكونس الاولى الاكس 1 اوف ان كونفوليوشن ويا الاكس 2 اوف ان. القانون مالته شنو اللي يقول؟ يقول سيجما كي تساوي 0 للانفينيتي x1 n ناقص k x2 للk، يعني السيكونس الاولى راح تكون مشفته في ال x2 of k. الان لو انا انطاني هذا السيكونس وطلب لها زت ترانسفورم، يعني انا لازم احول السيكونس بالبدايه للزت ترانسفورم، وبعدين راح يتحول عند الكونفوليوشن المن راح يصير للضرب، يتحول للبرودكت. فإذا هنا أنا أركز، ينطيني بالسؤال x of n ويطلب من عندي الـ z transform ويطلب إلها الـ convolution. فأنا شلون راح تكون طريقتي؟ الـ x of n أخذ لها z transform راح يصير x of z. الـ sequence الأولى اللي هي الـ x1 of n أخذ لها z transform يصير x1 of z. الـ convolution راح يصير هنا عند product x2 of n يصير x2 of z. إذا الـ x of z هذه شلون أحصلها؟ باعتبار آخذ z transform المن الـ x of n. الـ x1 of z يقصد بها شنو معناها z transform الـ x1 of n. والـ z الـ x2 of z معناها z transform المن للـ sequence الثانية. يعني كل sequence بالـ time domain آخذ لها z transform. فهنا عندي question يطلب إثبات هذه العلاقة اللي هي الـ x of z تساوي x1 of z. هنا عندي في x2 of z باستخدام الكاجوال سيكونسز اللي هي ال x1 of n وال x2 of n. شو راح يكون بالبداية؟ أنا عندي أول شيء ال x of z، القانون مال z transform شو يقول؟ سيجما n تساوي 0 للإنفينيتي. ليش؟ لأن أنا ذاكرة أنا عندي كاجوال سيكونس فبدت من 0 للإنفينيتي. القانون مالتي ثابت هو x of n أضربها في z أس ماينس n. إذن أرجع هنا x of z راح تنزل مثل ما هي، لأنه القانون مات z transform equal to sigma تنزل n تساوي 0 للإنفينيتي x of n. x of n شنو كان قانونها قبل شوية ذكرنا؟ ال x of n قانونها sigma k تساوي 0 للإنفينيتي، وهذا القانون أنزله. فنزلت هنا sigma k تساوي 0 للإنفينيتي x1 n ناقص k x2 of k. الكل راح بيش أضربه؟ أضربه بـ z أس ماينس n. هنا قبل لا نكمل راح أفرض يعني فرضية من عندي n ناقص k، هذا الـ n ناقص k أفرضه m، يعني أقول الـ m يساوي n ناقص k. إذا أنا هسه هنا أشوف مكرر الـ n، معناها هذا الـ n لو أريد أحسبه تساوي؟ تساوي الـ m زائد k، أنقلها الـ k بصفر. هنا أشوف شو عندي z أس ماينس n، معناها منين إجا؟ من z أس ماينس m في z أس ماينس k. هسه هذه هنا الـ n ناقص k فرضت علاقة فرضية، قلت الـ m تساوي n ناقص k. هنا أريد الـ n لأن راح أحتاجها، فالـ n تساوي m زائد k. هذا z أس ماينس n منين إجا؟ z أس ماينس m في z أس ماينس k. إيش معنى هيك؟ لأنه هو أصلاً أنا فرضاً أن m زائد k، وهو ذكر ماينس n فدخلت الماينس عليهم. أرجع المن، أرجع أرتب هذه اللي عندي. إيش راح أصير؟ ال x of z هذا راح أنزلها هنا عندي. أصل سيجما كي تساوي 0 للإنفينيتي، راح يعني مجرد ترتيب، فأختار بصفها الـ x2 of k وأدخل عليها أيضا هذا الزيت. هذا الزيت أس ماينس أن من فتحناها اشطلعت لي،
مو طلعت لي زد اس ماينس ام، في زد اس ماينس كي. منو اللي تلائم الاكس 2 اوف كي؟ هي زد اس ماينس كي. فاذا ايش راح يصير عندي؟ سيجما كي تساوي 0 للانفينيتي اكس 2 اوف كي في زد اس ماينس كي. هذه سيجما كي تساوي 0 للانفينيتي اكس 2 اوف كي في زد اس ماينس كي. في السيجما الثانية عندي ان تساوي 0 للانفينيتي، بقت عندي الاكس 1 اوف ان ناقص كي في زد اس. هنا ايش عندي ذاكر؟ هنا اس ماينس ان، هذه ايش راح اساوي للماينس ان؟ يعني مكان ان اعوض ام زائد كي، او اعوض ان اقدر بنفس الوقت ان ناقص كي، ان ناقص كي، وبعدين اقول انا اللي ان ناقص كي فرضتها هي ام، والماينس انزلها هنا، يعني اخليها كانه شلون ترتيب هذه. هسه ارجع هنا لهذه الخطوه، هذه الخطوه اللي هنا عندي الزت اس ماينس ان فتحتها، لان فرضت هنا فرضيه الام تساوي ان ناقص كي، والان تساوي ام زائد كي، وزت اس ماينس ان باعتبار زت اس ماينس ام في زت اس ماينس كي. يعني انا من اخذت اول شيء هسه قلت هذا السيجما اختار وياها الاكس 2 اوف كي، واختار وياها زت اس ماينس كي، لان هذا انا فتحته، ومن فتحته راح ادخله على القوس، يعني كانه هذا مين فتح زت اس ماينس ام راح اخليها ويا هذا الحد، وزت اس ماينس كي راح اخليها ويا الحد الثاني. فصارت بهذا الشكل هنا، رجعنا رتبناها هنا، فصارت هذا الحد نزل مثل ما هو ما بإشكال. هذا عندي هنا هي الـ n ناقص كي، أنا فرضتها n، وهنا n ناقص كي أيضا مفروضة n. هذا قلت لين أنا هذا z أس ماينس n فتحتها z أس ماينس n في z أس ماينس كي، z أس ماينس كي خليتها ويا الـ x 2 أوف كي، بقت عندي z أس ماينس m، والـ m أنا فرضتها شنو هي؟ n ناقص كي، فخليت الماينس n ناقص كي حتى يتوالى منا هذا الـ n ناقص كي، وبعدين رجعتها قلت أنا فرضتها n أصلا. فإذا هذا شو يمثل؟ يمثل x2 of z، هذا القانون، وهنا عند ال x1 of z. إذا ال x of z مثل x2 of z في ال x1 of z، ونحن نعرف عملية الضرب تكون إبدالية، يعني أقدر أقدم ال x1 of z على ال x2 of z. أيضا هذا يعني الجزء راح يكون إلى ROC خاص بي، وهذا الجزء الثاني أيضا إلى ROC تكون خاص بي. هذا بالنسبة ال الخاصية الكونفوليوشن. هنا راح ناخذ اكزامبل، منطيني تو سيكونس بالتايم دومين x1 اوف ان اللي هي 3 دلتا اوف ان زائد 2 دلتا اوف ان ناقص 1، وال x2 اوف ان يساوي 2 دلتا اوف ان ناقص 2 دلتا ان ناقص 1. ايش طالب من عندي؟ find the z transform of the convolution، يعني معناها شو يقول؟ ما دام ذاكر convolution معناها يقول اضرب ال x1 of n، العفو سو convolution x1 of n ويا ال x2 of n. بعدين انا ما دام طلب z transform لهم ورا ما هيك، معناها راح احول اضربهم اثنيناتهم. يعني هسه اول ما اطلع x1 of z او x2 of z، فاول شيء اخلي القانون اقول x of z، لان هو رايد z transform من عندي، ال x of z شو تساوي؟ z transform convolution x1 of n ويا ال x2 of n. ارجع صيغه السؤال اللي طالبها من عندي، find the z transform، معناها اريد ال x of z المن للconvolution، معناها هذول اثنيناتهم convolution x1 of n و x2 of n، لكن شنو اخذ لهم؟ z transform. هذا z اللي بالبدايه معناها اخذ لهم z transform. فاجي هنا راح ابدا الحل، اقول x of z هنا راح اطبق ال z transform على التو ساي ال two sequence واطلعها. هنا عندي ال x1 of z ايش راح اسوي؟ راح اساوي لي 3، الدلتا اوف ان من احولها ل z transform قيمتها شو تكون؟ 1، مثل ما اخذنا بالمحاضره السابقه بالجدول. دلتا اوف ان لو احولها ل z transform قيمتها 1، زائد 2 تنزل. دلتا اوف ان ناقص 1 هي باعتبار 1، وهنا تكون مشفته بمقدار 1، يعني z اس ماينس 1. ليش ماينس 1؟ لأن هنا مشفتة بمقدار 1. هاي السيكونس الأولى مباشرة. السيكونس الثانية 2 دلتا أوف أن معناها 2 تنزل، يعني بس 2 ناقص دلتا أن ناقص 1، أيضا باعتبار زت مشفتة بمقدار 1. هسه هنا أنا حولتهم المن لزت ترانسفورم، بعدين إيش راح أسوي؟ راح أضربهم اثنيناتهم، يعني X1 أوف زت في X2 أوف زت. فإذا X أوف زت
بصورة عامة راح أساوي الـ x1 في الـ x2، راح أضرب ذول الحدين هو يساوي، راح أدخل هذا القوس 3 في 2 يطلع لي 6، 3 هنا 3 في z أس سالب 1 يعني يصير ناقص 3 z أس سالب 1 زائد هنا راح أضربها بـ 2 وأيضا أضربها، فتطلع لي بعد التبسيط تطلع لي هذا السيكونس عندي أو الإكويجين x of z 6 زائد z أس سالب 1 ناقص 2 z أس سالب 2. الآن بصورة عامة يعني كسامر للعلاقات اللي أخذناها linearity والshift theorem واللينير convolution. بالنسبة للينيارتي احنا وذكرنا أيضا بالمحاضرات اللي قبلها إذا تحققت شو وقت يكون السيستم linearity، إذا تحققت من ضمنها scaling يعني أقصد إذا ضربت بكونستانت مثلا ax1 of n زائد bx2 of n هو نفسه، إذا راح أحول هنا عندي a كونستانت ينزل اخذ زيت ترانسفورم من الاكس 1 اوف ان يعني راح يصير الاي كونستانت زيت ترانسفورم الاكس 1 اوف ان زائد البي هو كونستانت زيت ترانسفورم للاكس 2. اذا كان مشفت معناها زيت اس ماينس ام، ماينس ام شنو في الاكس اوف زيت ما انساها، يعني هاي زيت اس ماينس ام وهذا عندي اكس اوف ان وباعتبار شنو اكس اوف زيت. اذا عندي الكونفولوشن مثل ما اخذناها بالامثله اللي هسه قبل شوية. الآن ننتقل لموضوع جديد اللي هو الـ inverse z transform يعني المعكوسة للـ z transform. أنا لو طالب من عندي x of z معناها آخذ z transform الـ x of n، لكن لو رايد الـ x of n بالعكس آخذ z inverse الـ x of z. فهنا مثل ما ذاكر يقول z transform هذا z بهذا الشكل هي باعتبار z transform وهذا يعتبر z inverse. عندي هنا ثلاث طرق للحل. الطريقة الأولى اللي هي الميثود 1 direct method يسموها الطريقة المباشرة أو يعني يسموها by table. table أقصد به اللي أخذناه بالمحاضرات السابقة يعني مثل ينطيني sequence تكون بسيطة مباشرة أحولها، أو أقدر مثل أحفظش كم sequence من التيبل ويعني الأسئلة الأغلبية اللي تجي على على الساين على الكوساين على الدلتا على اليونت ستيب ذني أركز عليهن، فأنا مباشرة أجي أطبق عليهم فأستخدم التيبل. هنا عندي find صيغة السؤال الـ inverse z transform for each of the following functions. راح نشوف هنا مطين عنده عدة فوكشنات وراح أبدي أطلع الـ inverse. انطاني x of z قبل هذا يعني لا ندخل بهذا الموضوع كان ينطيني x of n ويطلب z transform، هسه لا بالعكس ينطيني x of z ويطلب من عندي x of n يعني اخذ الانفيرس لها. فذاكر هنا x of z تساوي 2 زائد 4 z على z ناقص 1 ناقص z على z ناقص 0.5. فاجي هنا اقول انا ال x of z راح احولها ورايد ال x of n يساوي هاي الاثنين تعتبر كونستانت، هذا هنا باعتبار شنو اللي بصفه موجود؟ واحد هنا قيمة الواحد، شنو معناها؟ آخذ زد إنفيرس للواحد يعني آخذ زد إنفيرس للحد الأول زد إنفيرس للحد الثاني زد إنفيرس للحد الثالث. فهنا الكونستانت ينزل مثل ما هو آخذ زد إنفيرس للواحد الزائد أنزلها كونستانت ينزل أربعة وآخذ زد إنفيرس للزد على زد ناقص واحد ناقص كونستانت هو واحد باعتباره آخذ زد إنفيرس المن للزد على زد ناقص بوينت خمسة. إذا هنا ذكرت الـ x of z أنا أريد x of n فأخلي الـ constant ثابت وأخذ z inverse لكل حد من الحدود. فأجيت هنا الـ x of n تساوي الاثنين تنزل الـ z inverse للواحد، أنا لما ذكرت دلتا of n z transform لها هو واحد، زين هسه بالعكس z inverse للواحد شنو معناها؟ معناها دلتا of n زائد الأربعة أيضا تنزل. هذا الصيغة z على z ناقص واحد هي صيغة من اليونت سيكونس اللي هو U of N، صيغة U of N مو قاعد يقول هنا z ترانسفورم لهذا فمعناها هذا صيغة U of N نزلنا الأربعة ناقص z ترانسفورم لهذا الحد. هنا لو أشوف أنا الثابتة z على z ناقص واحد لو كان هالشكل معناها هي اليونت سيكونس، لكن هنا ايش عندي؟ هاي الاكسبونشال سيكونس يعني معناها اللي هي اي اس ان هذا مقدار الاي اي اس ان في اليو اوف ان،
اي اس ان الاي ايش قد قيمتها 0.5. وانتبه هذه الاشاره دائما ثابتة تكون سالب، لكن اذا لقيتها موجب معناها سالب 0.5 اس ان، هذه معناها 0.5 اس ان في اليو اوف ان. هذا اشوفها طريقه مباشره من بديت احل، لان يعني انا حافظه الواحد التحويله مالته شنو هي؟ دلتا اوف ان. زد على زد ناقص واحد هي يونت ستيب، زد على زد ناقص 0.5 اللي هي معناها الايكون الاكسبونشال سيكونس اللي هي الاي اس ان في اليو اوف ان. ننتقل للاكزامبل اللي بعده، وايضا طلب الزد الانفرس زد ترانسفورم. معطيني اكس اوف زد تساوي 5 زد على زد ناقص 1 للكل تربيع، انتبه هنا عندي تربيع، ناقص 2 زد على زد ناقص 0.5 للكل تربيع. اذا الاكس اوف ان تساوي اخذ زد انفرس للحد الاول ناقص زد انفرس المن للحد الثاني، هذا الثابت بالبداية. فاجيت هنا x of n انزلها، هذا كونستانت اطلع اللي برا، 5 z inverse z على z ناقص 1 للكل تربيع ناقص. ايش عندي هنا؟ انتبه لهذا الحالة، هنا هذه الحالة اللي موجودة عندي 2 z على z ناقص 0.5 للكل تربيع. انا هذه الحالة اللي هنا اللي هي z على z ناقص 1 للكل تربيع، هذه أنا لو كانت فقط زت على زت ناقص واحد هي باعتبار اليو اوف ان، لكن إذا زاد الأس مقدار واحد معناها إيش قد مقدار الزيادة؟ ان في اليو اوف ان، هذا كتحويلة إلي ان في اليو اوف ان. بينما هذا هنا يختلف، عندي شنو موجود؟ 0.5 يعني اللي هي الأي، عندي صيغة ثابتة أنا من الجدول. شو تقول هذه الصيغة؟ تقول إذا توفرت الأي شرط تتوفر الأي بالبسط، لكن هاش انتبه عندي الباور 2، يعني عندي أي زت على زت ناقص أي، فالتحويلة ما تكون هذه الثابتة لها هي N أي أس N في اليو أوف N، بس بشرط أوفر الأي بالبسط. زين هسه أنا لو أجيت اللي هنا هذا 0.5 بينما هذا 2، لازم أوفر هذا ما دام لقيت تربيع هنا، لازم أوفر الـ 0.5 هنا. شلون اوفر البوينت 5؟ هذا 2 هو كونستانت اطلع علي برا، الاثنين كونستانت اطلع علي برا، كانما اضربه بوينت 5 على بوينت 5، يعني هي قيمتها 1، بوينت 5 على بوينت 5، بوينت 5 انا احتاج دخلتها داخل القوس، والاثنين هي اصلا كانت برا بسط لان طلعتها بسط باعتبار هنا، وخليت هنا بالمقام البوينت 5، يعني ليش؟ لان ضربت بوينت 5 على بوينت 5، فصار 2 على بوينت 5 زت انفرس. هنا صار عندي 0.5 زت على زت ناقص 0.5 للكل تربيع. فأجي هنا راح يصير x of n تساوي 5 أنزلها. التحويلة مالت هذا شنو هي؟ أنا ذكرت لو زت على زت ناقص 1 فقط بدون تربيع باعتبار u of n، لكن ما دام زاد المقدار 1 قد مقدار الزيادة تعتبر n؟ يعني إذا مقدار الزيادة 1 تعتبر n أس 1، مقدار الزيادة 2 تعتبر ان تربيع، يعني هو بالاساس 1 وزيدته 1 صار 2، فمعناها زيدته مقدار 1، فاذا ضربت بس بان، ان في اليو اوف ان ناقص 2 على 0.5 هي قيمتها 4، 4 هنا هاي التحويلة قلت اذا اي زت على زت ناقص اي لكل تربيع باعتبار شنو؟ باعتبار ان اي اس ان، والاي قيمتها 0.5، هذه هي 0.5 اس ان في اليو اوف ان. فهنا شوية انتبه على هذا السؤال. الآن انتقل إلى موضوع آخر أو example آخر اللي هو find. هسه إذا لاحظ هنا يعني هذا حل مباشر، هنا مجرد مباشر تطبيق للقوانين اللي موجودة بالجداول أو اللي أنا حافظها هنا، لكن هنا لو انتقل لهذا الاكزامبل إيش أشوف موجود به؟ x of z تساوي 10 z على z تربيع ناقص z زائد 1. أشوف هنا قاعد عندي دالة كسرية وبالمقام شنو موجود؟ وبالبسط عندي 10 زت، فأحاول يعني أحل الطريقة تكون مقربة للدوال اللي موجودة بالجدول، أحاول أوصل السيكونس اللي ينطيني إياها للسيكونس اللي موجودة بالجدول وأبسطها بأبسط الطرق. فهنا راح أضرب البسط والمقام ساين أي على ساين أي، وهسه راح نعرف ليش ضربنا بساين أي على ساين أي. فلما ما ضربت بالساين
انا هذا كونستانت يطلع لي برا هنا، فاقول اكس اوف ان، هذا اكس اوف زد هو ايضا الانفيرس لها باعتبار اكس اوف ان تساوي هذا كونستانت 10، وساين اي ايضا كونستانت اطلع لي برا، فبقت 10 ساين 10 على ساين الاي طلعتها لي برا. ايش بقى عندي هنا؟ دخلت الساين اي في الزد على زد تربيع ناقصا زد زائد 1. لو اجي هنا ارجع للجدول راح أقارن هذا الدالة اللي عندي ويا الدالة هذه، راح أسوي مقارنة بيناتهم، فهذا هو كونستانت ما راح يأثر. راح أقارن ويا من ويا دالة من الدوال موجودة عندي راح تكون مشابهة إلها، فش راح يصير عندي؟ اللي هي اللي على زد تربيع ناقصا 2 زد كوساين الأي زائد 1. راح أخذ هذا الجزء سالب 2 كوساين الأي اللي مضروب بالزد سالب 2 كوساين اي، اساوي بيه من اساوي بالداله الاصليه هو انا هسه اول ما بديت احل بيها بضربتها بساين على ساين، رتبتها بهذا الشكل حتى اساوي القيم وابسط. راح اساويها ويا من ويا ماينس 1، هذا ماينس 1 هذا المعامل، فمنها راح اطلع كوساين اي باعتبار نص، معناها الاي ايش قد؟ الزاويه 60 درجه. هسه هنا انا شنو عرفت؟ عرفت هذا، فهنا راح يحل عند الساين. راح اعوض، طلعت قيمه الاي 60 درجه اعوضها بالساين، فطلعت لي ساين الاي هذا قيمتها. اخر شيء راح ارجع للسيكونس اللي عندي اكس اوف ان شو تساوي لي؟ لو ارجع هنا الاكس اوف ان تساوي 10 على ساين الاي، 10 على ساين الاي، ايش اخذ بعد؟ اخذ زت انفيرس المن لهذه الداله، اخذ الزت انفيرس المن لهذه الدالة ساين الاي زد على زد تربيع ناقص 2 زد كوساين الاي زائد 1. بعد ان اعوض واكمل التعويض ما راح يطلع لي 10 على بوينت 8 6 6 ساين راح تصير اي ان الزاويه، لان هذا القانون مال التحويله ساين الاي ان والاي هي 60 درجه والان انزلها، فهنا بعد التبسيط راح يطلع لي 11 بوينت 547 ساين 60 درجة ان. هنا عندي اكزامبل اخر راح اخذه، ايش منطيني؟ منطيني ايضا اكس اوف زد وطالب عندي الزد انفيرس الها، اكس اوف زد زد انفيرس الها هي اكس اوف ان يساوي زد انفيرس الحد الاول زائد زد انفيرس الحد الثاني زائد زد انفيرس من الحد الثالث. طبعا انا اول يعني اي شيء ابدا احله ابدا بابسط فكره عندي، بعدين يلا ابدا اطور عليها. فاجي بالبدايه هنا هذا اقدر احوله بصيغه تكون ابسط، هذا هنا زد اس ماينس 4 على زد ناقص 1، ببالي هسه انا اقول حتى اطلعها اليو اوف ان هي تعتبر زد على زد ناقص 1 يو اوف ان، اذا شلون احصل على زد ناقص 1؟ زد ناقص 1 موجود المقام، لكن هاي شلون اخليها فقط زد؟ معناها انا حضرب بزت اس ماينس 5، لان 5 وتروح من عندها زت فيرجع زت اس ماينس 4، معناها ضربت بزت اس ماينس 5 زاد زت انفيرس المن زت اس ماينس 6 في 1 لان هذا كونستانت عندي زائد زت انفيرس المن هذا هنا زت اس ماينس 3، اريد اخليها زت على زت ناقص زائد بوينت 5 حتى اطبق القانون اللي ثابت عليها. فشو اسوي هنا؟ راح اضرب بزت اس ماينس 4 وزيت، فراح يبقى زيت أس سالب 3، يعني يرجع كأنه مثل ما ذكرت بالبداية. إذا بالبداية أحاول أبسط حتى أخليهم بطريقة أقدر أحلهم. فأجي هنا الإكس أوف أن تساوي آخذ زيت إنفيرس لهذا الحد، هذا هو يو أوف أن ومشفته بمقدار 5، هذا الشكل هو يو أوف أن وأشفته بمقدار 5 فصار يو أوف أن ناقص 5 زائد الواحد هي الدلتا أوف أن لكن مشفته بمقدار ايش قد؟ 6. طبعا هذا اللي ذاكرته بالبدايه انا قاعد اقول اخذ الزت انفيرس. شو يعني الزت انفيرس هنا؟ فانا عندي الواحد هي دلتا اوف انا مشفته بمقدار 6 زائد هنا انا هذا ايش راح يكون؟ هذا راح تعتبر اللي هي الاي اس ان في اليو اوف ان. اي اس ان في اليو اوف ان لكن مشفته بمقدار 4، وانتبه هنا عندي زائد ايضا. معناها هي شنو هنا؟ عندي معناها الاي اس ان لكن الاي شنو قيمتها؟ سالب.
معناها أبو السالب بوينت 5 أس إن ناقص 4 مشافة مقدار 4، وهي هاش تعتبر يو أوف إن ناقص 4 لأن لازم أضربها بيو أوف إن ناقص 4. ليش ناقص 4؟ هنا مشافة مقدار 4. هاي بالنسبة للطريقة الأولى اللي هي طريقة التيبل، إذا حافظ القوانين من التيبل أو الطريقة مباشرة تعتبر. هنا أنتقل للطريقة الثانية، طريقة البارشال فراكشن، وأيضا إحنا استخدمنا البارشال فراكشن بالكنترول بالكورس الأول. هنا عندي example، find the inverse that transform for each of the following function. منطيني x of z تساوي 1 على 1 ناقص z أس minus 1 مضروبة بيش بواحد ناقص 0.5 z أس minus 1. هنا ايش راح اسوي؟ راح اضرب الدالة الكسرية اللي عندي بزد تربيع على زد تربيع، يعني كأنه القيمة واحد. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الاكس اوف زد تساوي زد تربيع، هنا زد تربيع على هذا الحد. هذا الحد شلون صار هالشكل؟ زد ناقص واحد في زد ناقص بوينت خمسة، كطريقة ابسط. طبعا مباشرة بادية كاتبتها كطريقة ابسط. هذا باعتبار شنو؟ باعتبار واحد ناقص واحد على زد، يعني إذا واحد على زد أرفع زد تصير أس ماينس وان. واحد ناقص واحد على زد أوحد المقامات فصير زد ناقص واحد على زد، وهذا شو يصير هنا؟ زد ناقص بوينت خمسة على زد. راح أبدأ أدخل الزد تربيع، يعني أدخل زد على هذا الحد الأول وأدخل زد على الحد الثاني، راح يروح الزد ويا الزد اللي بالمقام موجود، فيبقى بس الحد زد ناقص واحد وزد ناقص بوينت خمسة. إن شاء الله وضحت شلون طريقة تبسيطها. طريقة تبسيطها أول شيء أقول هي باعتبار واحد على زد، أجا واحد المقامات على زد، صار زد كم؟ هذا مقام واحد، زد كم واحد باعتبار هنا؟ زد ناقص واحد، هذا زد ناقص واحد على زد، وهذا باعتبار هم ورا بالتبسيط راح يصير زد ناقص بوينت خمسة على زد. هذا زد تربيع، أدخل زد هنا وزد هنا، يعني زد تربيع أدخل اثنين زد، واحدة على القوس الأول واحدة على القوس الثاني. بعد التبسيط وصلنا لهذا الحالة. فإذا هنا راح أبدأ أطبق البارشال فراكشن، راح يصير عندي أي أجزئ، يعني ما لي علاقة هسه بالبسط، أي على زد ناقص واحد زائد بي على زد ناقص بوينت خمسة. منين جبتهم ذولي؟ هذا موجودين هنا. أشوف إيش عندي هنا، أشوف البولس مالتي شو تكون؟ هي ريال وتكون بنفس الوقت ديفرنت، مختلفات. إذا هنا هسه إيش راح أسوي في الحالة هاي؟ هذا اقدر بعد ابسط السيكونس مالتي قبل لا يعني ابدي اطلع قيم الاي والبي. اقول راح اقسم طرفي المعادله على شنو؟ على زد. اقسم طرفي المعادله على زد، طبعا هذه التبسيطات يعني للطالب حتى تسهل الحل عليه. فاقول هذا الاكس اوف زد راح اقسمها على زد، هذا زد تربيع واقسمها على زد تبقى بس زد وحده. زد ناقص واحد زد ناقص بوينت خمسة، هذا رجع نفس ما هو، يساوي اي على زد ناقص واحد وبي على زد ناقص بوينت خمسة. هنا اشوفهم مرفوعين نفس الباور متساويين هي واحد. اذا هسه بدي اطلع قيمه الاي. الاي شلون اطلعها؟ اخذ المقام واضربه بايش؟ اضربه بالاكس اوف زد على زد، لما ما زد ايش قد قيمتها؟ واحد. اعوض مكان كل زد واحد. اخاف ناسين هذا الطريقه مالت البارشال فراكشن. الاي طلع الكونستانت، هذا الاي شو يساوي؟ اخذ المقام مالته واضربه بالاكس اوف زد على زد، يعني اضربه بهذه، يعني كأنه زد ناقص واحد في هذا الحد، زد ناقص واحد وهذا بالمقام زد ناقص واحد راح يروح، يبقى زد على زد ناقص بوينت خمسة، وعوض المكان كل زد واحد. ليش؟ لأن هذا باعتبار زد يساوي واحد، فطلعت قيمة الأي اثنين. نفس الشيء للبي، آخذ المقام مالتها وأضربها في الإكس أوف زد على زد، يعني أضربها بهاي، راح يختصر زد ناقص بوينت خمسة ويا زد ناقص بوينت خمسة، يبقى زد على زد ناقص واحد، وأعوض المكان كل زد بوينت خمسة ومن ناجبتها، فيطلع قيمة البي ماينس 1، أرجع أعوضهم وين؟ بالدالة اللي عندي. إذا x of z على z تساوي مكان a خلي 2 ومكان b خليت ماينس 1. هسه راح أتخلص من هذا الزد، راح أضرب طرفي المعادلة بيش بزد، فيبقى x of z يساوي 2 z على z ناقص 1 زائد ماينس 1 z على z ناقص بوينت 5. اخر شيء طلع الانفيرس، فاخذ الاكس اوف ان راح يساوي لي 2 كونستانت زد على زد ناقص 1 ويو اوف ان، هذا ماينس 1 هنا انا ماينس انزلها، هذا بقت شو عندي؟ بوينت 5، يعني
يعني زد على زد ناقص 0.5 شنو معناها؟ معناها اكسبوننشال سيكونس معناها اي اس ان في اليو اوف ان، يعني 0.5 اس ان في اليو اوف ان. ليش ان هذا هو قيمه الاي يعتبر؟ ليش ان هذا ناقص؟ ان هذا ناقص عندي. هاي طريقه البارتشال فراكشن. لو اخذ الاكزامبل الثاني find the inverse z transform for each of the following function. منطين y of z، z تربيع في z زائد 1 على z ناقص 1، z تربيع ناقص z زائد 0.5. لو انتبه هنا أنا عندي هسه هذا واحد من البولز موجود يكون real، بينما الثاني من احلى المعادلة لا، راح يطلع عندي complex polls. هسه عندي هذا ال y of z، راح اقسم طرفي المعادلة على z حتى تبقى عندي بس z وحدة هنا. ف y of z على z يساوي z زائد 1. ليش؟ لأن هذه قسمتها على z باعتبار، فبقت بس z وحدة. z ناقص 1 وهذا عندي z تربيع ناقص z زائد 0.5. هذا هنا ب 2 complex poles. من أحل هذه المعادلة طريقة الدستور ذاكرت هنا لكم، تطلع قيمة الـ A1 والـ B-1 والـ C.5. فمن أحل هذه هنا، ما دام أنا ذاكرة بـ N2 complex poles معناها راح يطلع لي conjugate عندي هنا. فإذا عندي إيش راح يساوي من الـ partial fraction أطبقها؟ راح يطلع لي B على Z ناقص 1 زائد A على Z ناقص 0.5 ناقص J 0.5 زائد هنا عندي الـ A conjugate على Z ناقص 0.5 زائد J 0.5 أو نسميها C عادي ما يأثر. زين دول منين طلعوا لي هنا؟ هاي القيم منين طلعت لي؟ طلعت لي هذه القيم لما ما حليت هاي المعادلة طريقة الدستور وطلعت قيمهم الـ A 1 والـ B سالب 1 والـ C، فإجي طلعت لي هذه الحل مالت المعادلة. إذا راح أبدأ أطلع قيمة الـ B تساوي Z ناقص 1 في الـ Y of Z على الـ Z. لان ليش قيمه البي باعتبار اخذ المقام مالتها واضربها بالواي اوف زت على زت لما زت قيمتها 1 فيطلع لي قيمتها 4. بقى عندي الحد الثاني اللي هو الاي، اخذ المقام مالت الاي زت ناقص 0.5 ناقص جي 0.5 واضربها بيش بالواي اوف زت على زت. طبعا انا هذا شنو قلت افتحها راح يطلع لي قوسين، هذا واحد منعتهم وهذا الثاني، فهي راح تختصر ويا الشبيهة مالتها ويبقى الحد الثاني. وأعوض لما ما زدت شو ساونها طلعهم لي برا 0.5 زائد جي 0.5، فطلعت لي هذه المعادلة مالتي. طلعت لي زد على زد زائد 1، زد ناقص 1، زد ناقص 0.5 زائد جي 0.5، وأعوض بالقيمة. فش قد تطلع لي قيمة الـ A؟ تطلع لي قيمة الـ A راح تطلع لي 1.581 والزاوية تكون سالب. يعني هذا راح أحول من الكومبلكس البولر بدلالة قيمة وزاوية. هاي حلوها حتى شوفوا تأكدوا من هذا الحل صح ولا لا. حول من الكونجيكيت أو من الكومبلكس البولر. أي كونجيكيت مالتها ايش راح يساوي لنا؟ الامبليتيود راح يبقى نفس القيمة بالضبط، لكن الزاوية إذا كانت سالبة راح تصير موجبة، وإذا موجبة تصير سالبة. هنا قبل لا ارجع اعوض القيم بالسيكونس اللي عندي او الاكويجن، راح هنا عندي فت قيم هنا فارضتها. لو ارجع هنا هذا العفو فارضه هنا الزيت ناقص 0.5 زائد جي 0.5، خل ابسطها هذه اعطيها فت متغير حتى يعني تسهل بالحل. فلما ما قلت انا الزيت تساوي 0.5 زائد جي 0.5 أقول راح أفرضها هنا بي تساوي 0.5 زائد جي 0.5. هذه راح أحولها للبولار راح يطلع لي هنا رقم وزاوية ولا ما حولتها. الكونجيكيت نفس الشيء، احنا قلنا الامبليتيود يبقى ثابت لكن الزاوية راح تتغير. إذا هسه مكان الزيت راح أعوض بي ومكان ال شو اسمه العفو البي كونجيكيت هنا. فأرجع للدالة اللي عندي y of z على z تساوي معدي b على z ناقص 1 وعندي a على z ناقص هذا عوضت عليه سميته b، وهنا z ناقص هذا سميته b conjugate. منين جبتهم ذول؟ هذا اللي موجود هنا هذا.
هذا الجزء بسطت سميتها بي وهذا سميتها بي كونجكت. فهنا رجعت اقول الواي اوف زد ايش راح اساوي؟ راح طبعا اضرب طرفي المعادله في زد فيطلع الواي اوف زد تساوي ان البي زد على زد ناقص واحد زائد الاي زد على زد ناقص بي زائد الاي كونجكيت زد على زد ناقص البي كونجكيت. اذا هنا ايش راح يصير عندي؟ اركز هنا. اول شيء البي انا طلعت هنا طلعت القيم مالتهم، البي طلعت قيمتها 4 فذكرت هو هذا كونستانت 4 زد على زد ناقص 1 هي تحويلة اليو اوف ان زائد. الاحظ هنا عندي هذا قانون يكون ثابت اذا عندي الـ يعني العدد ويا الكونجكيت مالته مجموع معناها 2 امبليتيود الاي 2 امبليتيود الاي. اذا كان عندي حدين واحد من يعني الحد والكونجكيت مالته مجموع فمعناها 2 امبليتيود الاي. ايش بقى عندي هنا؟ بقى عندي الزد على زد ناقص بي وزد على زد مجموعه ويا من ويا زد على زد ناقص بي كونجكيت ايضا معناها شنو؟ معناها كوساين الان ثيتا زائد ان ثيتا في اليو اوف ان. هاي هنا عندنا كانه دوال قياسيه، هاي تحويلات قياسيه ثابته. وهنا ايش راح يبقى عندي؟ يبقى عندي مطلق البي اس ان، مطلق البي اس ان. فاذا هنا عندي الواي اوف ان تساوي راح اطلع اليو اوف ان عامل مشترك، طبعا هنا العفو لازم الغيها هاي اليو امسحوها من عندكم، فتبقى عندي الاربعه زائد هذا عندي قيمة الاي انا طلعتها قيمة واضربها بالبي ايضا طلعتها قيمتها فيطلع لي هذا الحد في كوساين الزاوية احنا طلعناها ايش قد 45 في الان زائد هنا عندي فاي في اليو اوف ان. لو اجي على هنا لل هنا عن الطريقة الثالثة هي طريقة القسمة الطويلة، يعني مرات ينطيني السؤال يكون شوية يعني معقد، صح أشوف أنا دالة كسرية لكن أشوف يعني يعني ما قدرت أحوله بالطريقة السهلة الطريقة المباشرة ولا قدرت أحوله بطريقة التيبل فأستخدم طريقة القسمة الطويلة. هسه هنا راح أستخدم عن القسمة الطويلة، راح أول شيء أدخل هذا الحد هنا فيصير 7 زد تكعيب ناقص هذا زد ندخله هنا 2 زد تربيع مقسوم على هذا الحد، بعد أن ضربت هذين الأقواس ثلاثتهم صار زد تكعيب ناقص 1.7 زد تربيع زائد 0.8 زد ناقص 0.1 فايش راح يصير عندي هنا؟ راح أقول أول شيء السبعة زد تكعيب كم زد تكعيب؟ معناها بها 7 فايش راح يصير عندي؟ 7 زد تكعيب ناقص 7 في 1.7 زد تربيع معناها 11.9 زد تربيع زائد 7 في 0.8 زد معناها زائد 5.6 زد 7 في 0.1 معناها ناقص 0.7. هسه هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير هنا بالطرح يعني راح تتغير هنا الاشارات فهذا راح يروح لحدين، هاي باعتبار صارت الاشاره زائد 11.9 زد تربيع وتروح من عندها 2 فيبقى 9.9 زد تربيع. هنا عندي ال 5.6 لازم هاي اشارتها ماينس 5.6 وهنا هذا راح يصير زائد هذا ماينس هنا. ايش بقى عندي؟ ارجع هنا 9.9 زد تربيع كم هذا الحد راح يصير؟ فراح تطلع لي 9.9 زد اس ماينس 1 هذه 9.9 زد تربيع كم زد تكعيب معناها بيش نضرب 9.9 زد أس سالب 1 في زد تكعيب تبقى زد أس سالب 2 مضروب 9.9 هنا هذا الحد 9.9 زد أس سالب 1 اضربه في سالب 1.7 زد تربيع يطلع لي سالب 16.83 زد. طلبتهم يتأكدوا من الأرقام هذا الحد راح اضربه هنا أنا بالبوينت 8 زد وعندي هذا الحد راح اضربه بسالب بوينت 1
وأيضا راح أسويها هنا بالطرح، فراح تروح هذه تتغير الإشارات هنا، تصير إشارته موجبة، وهنا هي أصلا إشارة سالبة المفروض، ف16 وتروح صارت هذه موجبة 16، تروح منعتها 5 فيبقى 11، هنا مضبوط، بس هنا تغير الإشارة إلى أن نكمل يعني الحل إلى النهاية، فيطلع لي هذا هو ناتج القسمة مالتي. فإذا أقول X of Z إيش راح تساوي؟ تساوي ناتج مالت القسمة اللي هو 7 زائد 9.9 زد أس ماينس 1 زائد 11.23 زد أس ماينس 2 إلى أن تكمل القسمة. لكن أنا طلعت كم حد يعني. فإذا إيش راح أقول؟ راح أقول X للصفر قيمتها 7، X للواحد قيمتها 9.9، X للاثنين قيمتها 11.23. هنا عندي اذا هاي منين جبتهم انا هذا القيم؟ منين جبتهم دول؟ دول جبتهم من x of z لان تساوي ان السيكونس كانت عندي x of n هنا هذا السيكونس x of z شو يساوي؟ من سالب ما نهاية x of n في z اس ماينس n. x of n هذه هنا باعتبار x of n هنا ايش قد قيمتها؟ n 0 كانت عندي x للصفر في z أس صفر باعتبار شنو هاي z أس صفر، x للواحد في z أس سالب واحد هنا هي x للواحد جت قيمة 9.9 في z أس سالب واحد فطلعت هذا الحد، مثلا x للثانية في z أس سالب اثنين، هذه هي ال x of z تساوي z أس صفر زائد z أس سالب واحد، طبعا z أس صفر هي قيمتها واحد، هذا القانون احنا ماخذين المحاضرات السابقة. أقول x of z يساوي 1 زائد z أس سالب 1 زائد z أس سالب 2 إلى أن أوصل فد علاقة أطلع. دول منين جبتهم هذا القانون الأساسي؟ اللي هو x of z summation أو سيجما x of n مضروبة بz أس سالب n، وأبدأ أعوض من سالب ما لا نهاية أو أعوض من الصفر في z أس سالب 0 فيطلع لي z أس 0 باعتبار هو z أس سالب 1 هاي z أس سالب 2 هاي القيمة. فإذا هنا عندي ال x of z تساوي زيت للصفر ايش قد قيمتها طلعناها؟ هاي العفو هذا القانون هنا x of z شو تساوي لنا؟ x للصفر في z أس صفر هي باعتبار قيمتها واحد زائد x للواحد في z أس سالب واحد، يعني اطبق كانه هذا القانون، هذا القانون قاعد اطبقه هنا فتحت يعني السيجما هذه x للثنين z أس سالب اثنين الى ان استمر بها. الآن يعني لو أنتقل لموضوع ثاني اللي هو solution of the difference equations لكن أستخدم الـ Z transform. هنا عندي طريقة الحل هي 4 خطوات، يعني انتبه لهم. أول شيء طبق Z transform على المعادلة اللي منطيني إياها، بعدين إذا منطيني initial condition أبدأ أعوض به، بعدين ثالث نقطة أحل الـ difference equation أحلها بطريقة Z transform domain، بعد ذلك اخذ لها الانفرس حتى احولها للتايم دومين اللي هو الايدل. فراح اخذ مثال حتى توضع لنا الفكره. ايش منطقي هنا؟ Digital Sequence Processing DSP System Described by the Difference Equation. منطقي هذا الايكويشن هنا y of n زائد 0.1 y of n ناقص 1 ناقص 0.2 y of n ناقص 2 يساوي x of n زائد x of n ناقص 1. ايش طالبوا هنا؟ طالب determine the impulse response اللي هي ال y of n رايتها due to the impulse sequence. اذا كان ال input مالتي x of n هو شنو؟ delta of n. اول شيء احنا شو قلنا؟ اول خطوه نطبق زي الترانسفورم على طرفي المعادله اللي منطيني اياها. ال y of n تحويلتها y of z زائد ال point 1 و constant. ال y ال n ناقص 1 شنو معناها؟ معناها ال الواي اوف زد ومشفته مقدار واحد، يعني زد سالب واحد. هذا الواي اللي ناقص واحد باعتبار واي اوف زد اللي هي واي اوف ان واي اوف زد في زد سالب واحد، هذا تشفيته مقدار واحد. ناقص 0.2 ايضا كونستانت، الواي اوف ان هي باعتبار واي اوف زد وهذا التشفيت مقدار 2 باعتبار زد سالب 2 يساوي الاكس اوف ان هي اكس اوف زد زائد الاكس اوف ان هي x of z وهذا تشفيته مقدار 1 باعتبار z أس ماينس 1. إذا هنا إيش راح آخذ؟ أعوض مكان ال x of z آخذ z transform delta of n اللي هي قيمتها 1. آخذ z transform المن اللي أنا ذكرت
ذكرت ال x of هي delta of n. فأقول ال x of z أخذ z transform delta of n و z transform delta of n قد قيمته واحد. إذن y of z هذا نزلت هذا الجزء اللي هنا مثل ما هو يساوي مكان x of z أخذ delta of n أحولها لل z transform قاعدة قيمتها واحد زائد هذا الـ x of z هي قيمتها واحد في z أس سالب واحد هي z أس سالب واحد. راح أبدي هنا أبسط المعادلة مالتي، أطلع الـ y of z عامل مشترك وعندي بقى هذا الحد وهنا واحد زائد z أس سالب واحد. أثبت بس الـ y of z اللي أريته، شو يساوي البعيد على القريب؟ هنا راح أضرب المعادلة بـ z تربيع على z تربيع. فالـ y of z شو راح أساوي لهنا؟ هذا دخل الـ z تربيع هنا زائد زد تربيع وزد أس واحد ماينس وان تبقى زد أس واحد. هذا زد تربيع أيضا راح أفوته هنا زد تربيع زائد بوينت واحد زد ناقص بوينت اثنين زد العفو بوينت اثنين راح يصير لأن هي اثنين اثنين سالب اثنين يصير صفر. هنا راح أطلع الزد عامل مشترك يبقى زد زائد واحد. هذا راح أحله هاي أحلها فيطلع هنا قوسين طريقة التجربة العفو يعني طريقتنا اللي بحل السيكونس او المعادلات فيطلع القوس الاول زد ناقص بوينت 4 وزد زائد بوينت 5. هسه ايش راح استخدم؟ وصلت لهنا وصلت الواي اوف زد هذه الطريقه. انا هنا بعد مخير منو الطريقه اللي سهله علي بالحل؟ اشوف انا طريقه البارشل فراكشن استخدمها فاقول هنا الواي راح اضرب طرفي المعادله بزد يعني العفو اقسم طرفي المعادله على زد حتى اتخلص من هذا اللي موجود هنا. فصارت واي اوف زد على زد تساوي اي على z ناقص بوينت 4 زائد البي على z زائد بوينت 5 هذا يعني هذا جزئته جزئين هي وبي. فالايش تساوي؟ المقام في ال y of z على z لما ما z تساوي بوينت 4 فطلعت هذه قيمة ال a. البي ايش تساوي؟ المقام مالتها اللي هي z زائد بوينت 5 في ال y of z على z يعني من هذه راح اضربها بهذه هنا او يعني بهاي راح اضربها. ايش راح يروح من عندي؟ راح يروح هذا الحد ويا هذا الحد باعتبار متشابه يبقى زد في زد زائد واحد على زد ناقص بوينت 4 وعوض المكان كل زد ماينس بوينت 5 منين جبته من هذا من القوس زد تساوي ماينس بوينت 5 فيطلع هذا القيمه للبي. اذا الواي اوف زد شو تساوي؟ ارجع هنا ارجع اعوض طبعا اول شيء هنا أنا راح اضرب طرفي المعادله ما ذاكر هاي الخطوه انتبهوا لها راح اضرب طرفي المعادله بزد حتى اتخلص من المقام اللي موجود فيطلع عندي الواي اوف زد تساوي هذا كونستانت واضربه هنا لاي هاي قيمه الكونستانت وهنا عندي زد على زد ناقص بوينت 4 وهذا البي هاي قيمتها سالب بوينت 5 5 في زد على زد زائد بوينت 5. منين جبت هذا الزد؟ لان ضربت طرفي المعادله في زد حتى اتخلص من هاي الزد اللي بالمقام. إذا هذا الدالة هنا اللي عندي الـ y of z راح أحولها للـ time domain اللي هو الـ y of n تساوي الـ constant ثابت. هذه الصيغة إيش تعتبر؟ تعتبر الـ exponential sequence يعني a أس n في الـ u of n وهذا هو قيمة الـ a بوينت 4 ناقص. هذا أيضاً constant. هذا هم يعتبر a أس n في الـ u of n لكن انتبه ما دام الإشارة زاد هنا أخلي ناقص. اللي هنا تكمل المحاضرة إن شاء الله ونكمل على المحاضرة القادمة. شكراً جزيلاً.